بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني وأخواتي متابعين قناة عالم المعلومات، أخي وأختي الكريمة. اليوم إن شاء الله بحول الله سوف نقدم لكم مشروع جديد وحصري، عليك الاستغلال الفرصة كما استغلنا في جميع المواقع التي مرت وما زال نستغل فيها. إذا ما عن المشروع أو شركة سبيك باي؟ هو متجر إلكتروني، شركة أضعت عدة متميزات فيها وبدأت انطلاقة فيه خاص لكي تكبر مشروعها ويكون لديها مداخل عليا ومبيعات أكثر. وضعت استراتيجيات الخاصة بها عبر العمل عبر المتجر الإلكتروني الخاص بها. إذا أخي وأختي الكريمة، دائما نقول لكم عندما يكون أي شركة من شركة تكون مازال في بدايتها عن طريق التسويق الشبكي، عليك التسجيل ووضع مكانك واحجز مكانك في مكان مناسب حتى تستغل فرصة كما استغلنا الفرص في المواقع أو الشركات التي مرت وما زال نستغل فيها الفرص الكثيرة. إذا هذه الفرصة التي أقدمها لكم فهي فرصة من ذهب، عليك أن تستغلها وتضع التسجيل الخاص بك وتفعل حسابك ب10 دولارات. فالأمر سهل جدا، 10 دولارات ليس عائق لك بينك وبين العمل في مشروع سبيك باي. إذا أخبائي الكرام، سوف نذهب إلى قناة اليوتيوب، سوف نشاهد بأن عدة أشخاص الذين نشروا هنا الفيديوهات كلها تتكلم على سبيك باي. كما تلاحظون هذه كلها فيديوهات التي متعلقة وتتكلم عن طريق هذه الشركة، لما لا تكون أنت كذلك مثلهم لكي تنضم ضمن الفريق الكبير والضخم الذي يكون فيه العمل. إذا كما تلاحظون الشركة لديها منتوجات رياضية، منتوجات منزلية، عطر، عندها جمال، ألعاب، في تلفاز، صفحات رئيسية، لديها عدة وعدة أشياء متميزة هنا. اختر منتوجك واعمل كما تشاء أنت تلاحظون. إذا أخي العزيز وأختي الكريمة، عليك الاستغلال الفرصة والبدء العمل في مشروع سكيب باي. سكيب باي هي شركة بيع المنتوجات على التجارة على شبكة الإنترنت لتكبير مشروعها والضخم والعميق، عليك الاستغلال الفرصة أنت كذلك فيها. إذا أحبائي الكرام، سوف نذهب مباشرة إلى طريقات التسجيل وطريقات التفعيل في الحساب شركة سبيك باي. سكيب باي، إذا سبيك باي، نذهب مباشرة للتسجيل. عندما تضغط إلى الرابط أسفل الفيديو سوف تلقى هنا هذا الرابط، تلقى هنا النوم الخاص بك، هنا تضع الإيميل، هنا اليوزر نيم كما تلاحظون، هنا الإيميل، ثم كونفيرم الإيميل، هنا الباسورد، كونفيرم الباسورد، اليور نيم واليوس فير نيم يعني الاسم العائلي والاسم الشخصي، وثم هنا تختار الدولة التي تقطن فيها كذلك، ثم تضغ ريجستري، ثم يرسل لك رسالة إلى بريدك الإلكتروني ويتم التسجيل والتفعيل مباشرة، ثم تدخل إلى حسابك، هذا هو الحساب الشخصي. هنا مواقع التواصل الاجتماعي، هنا تلقى رابط الإحالة الخاصة به، ولكن لن يعمل حتى تفاعل حسابك، لا يمكنك أن تنشره حتى تفاعل حسابك. كما تلاحظ التوتال سبيك لدي 475 عضو تم انضمام إلينا. هنا الصفر كما تلاحظون، مازال الأرباح لم تنزل حاليا، سوف تنزل عندما ينتهي طريقة العمل والخدمة. إذا هنا الداشبورد، ماي واليت، سبيك باك، الماي تيم، الجارت، يعني سبيك باك هنا للباك الخاص بالشركة. لاحظوا جيدا طريقة للباك وسوف تلاحظ كل شيء إن شاء الله بحول الله بتدقيق وبتفصيل. الأمر يتطلب أي تعاقدات. إذا أردت أن تستثمر عن طريق 10 دولارات أو هنا 25 دولار وهنا 50 دولار وهنا 100 دولار و 250 و 5000 إلى كما تلاحظون إلى أعلى مستويات هنا. نكتفي القدر بشراء الباك الأول، نضغط هنا على طريقة الشراء. لاحظوا يقول لك توافق على الشروط، هنا تضغط على هذه الخانة، تضغط هنا باي كونتيني. يقول لي ليس لدي مال هنا، ليس لدي مال، يعني اللي إذا ضروري يكون لديك مال هنا لشراء هذه الخانة. إذا أعزائي الكرام، تضغط هنا على محفظتي، ثم تذهب مباشرة هنا، قم بإيداع بيتكوين، قم بإيداع عن طريق البي تي سي، هنا فيزا ماستر كارد، قم بإيداع عن طريق فيزا ماستر كارد أو إجراء تحويلات، يعني اختر كما تلاحظون هنا، نختار هنا نشاهد. هنا بالنسبة للتحويلات، الناس الذي يمكنهم أن يحول لك الدولار الخاص بك. إذا نرجع مباشرة إلى المحفظة حتى نلاحظ نقطة تلو الأخرى، هنا بالنسبة ديبوزيت عن طريق فيزا ماستر كارد، لاحظوا جيدا
هنا تضع كما تلاحظ 10 دولارات، ثم تكمل نموذج يقدم، ثم تكتب الفيزا، الكود الفيزا أو ماستر كارد. نرجع مباشرة هنا كذلك، وسوف نلقى هنا ماك ديبوزيت باي بيتكوين، لاحظوا جيدا. ثم هنا تلقى أمونت المبلغ كم تريد، وثم ترسل لهم الإيداع عن طريق البيتكوين 10 دولارات، ثم تضع هنا يقدم، لاحظوا جيدا. هنا تأخذ هذه الأدرس وترسل لهم هذه القيمة بالعملة البي تي سي. أما بالنسبة عن طريق فيزا ماستر كارد لكي للناس الذين لديهم فيزا ماستر كارد، تضغط هنا ديبوزيت، عفوا تذهب إلى هنا عن طريق فيزا ماستر كارد، دير إلغاء لأني لا أريد الإيداع عن طريق البيتكوين. مثلا هنا الحزمة، تضغط هنا ماستر 10 دولارات، ثم تقطع هنا يقدم، ثم تكمل المعلومات الخاصة بك. سوف تشاهد طريقة الإيداع، كما المبلغ، إيداع الفيزا ماستر كارد، هنا البطاقة، هنا الرمز الأمن خاص بك، وسنة الميلاد، وكل شيء، كل شيء. نضغط هنا رمز البطاقة، وسوف نكمل لكم المعلومات إن شاء الله بحول الله. ندفع ونرجع إليكم. إذا كما تلاحظون أعزائي الكرام، تم الدفع بنجاح، انتهى فيزا ماستر كما تلاحظون، تم الإيداع بنجاح. هنا التحويل، مشاركة الأرباح، الأحداث، المستويات، المكافأة الإنفينيتي في الحالة يعني التحويل الخاص بك، هنا مشاركة الأرباح اللي كتتمنى، أحاديث المستويات، هنا المكافأة الإنفينيتي، الحياة المهنية. إذا نذهب مباشرة إلى فريقي، سوف تلاحظون بأن تم الدفع. هنا الفريق الخاص بك سوف يظهر هنا باك تو ماي، يعني ما ينطلق نايب المستوى، كل شيء هنا الكري، يعني كل شيء سوف هنا الكري كما كتلاحظوا، ستاردن يعني البونيس 5%، هنا تريند يعني ألف، يعني كما كتلاحظوا وكيل الفريق، الوكيل هنا، الزعيم، قائد الفريق، الإدارة، الرئيس، المدير، مدير الفريق، يعني حسب المبيعات اللي كتم من طرفك انت شخصيا. هنا الأخبار، هنا التسويق، كل شيء فهي موجود هنا بدون أي إشكال، بدون أي عرض، التقديم باللغة الفرنسية، يعني واحد العرض التقديم باللغة الفرنسية إذا أردت تقدمه. هنا ملخص ديال العمل الخاص بك اللي تم التسجيل ديالك، هنا ماي تيم كما هضرنا الفريق، وهنا لي باك اللي هو غاد ناخدوها كما كتلاحظوا، كتضغط هنا مباشرة مباشرة، كتضع هنا 10 دولارات التي شاهدتها، تضع هنا يشتري مباشرة، تضع اوكي، وهنا غتتم العملية كما تلاحظوا، يور انفيستيسمون بوني فيليفا، يعني تم الشراء الباك، يعني تم شراء الباك. هو ممكن تشتري الباك الاخر والاخر عندما يكون لديك رأس المال. هنا هنا الحزام، لقد تم اشتري الحزمة الاولى بقيمة 10 دولارات، وهنا كذلك الفريق الخاص بك اللي هضرنا عليه اللي غادي يكون، وهنا ماي محفظة المستوى الأول كما كتلاحظوا، ها هو إيداع لنا بالنسبة للمحفظة الخاص بك. هنا لوحة القيادة، لوحة القيادة كما لاحظتوا تم نسخ الرابط باش يمكن لي النشر دابا بالأصدقاء. هنا 100% حقق المرتبة التالية للوكيل كما خدمو المبتدئ، يعني في المستوى الأول، إجمالي سبيلك هو 485، ارتفاع أكثر، هنا الأسعار الليلية، ملخص الأرباح بالدولار، وهكذا. إذا أخي وأختي الكريمة، كن أنت من الناس الأوائل لتسجيل وتفعيل الحساب الخاص بك ب10 دولارات، كما تعلمون بأن 10 دولارات لا تساوي شيء في هذا الوقت، عليك الاستغلال الفرصة والبدء العمل في هذا المشروع. إذا هنا أنهي الفيديو ديالي، إلى الفيديو القادم إن شاء الله بحول الله. مرحبا بجميع أخو أخوات، إلى مواقع التواصل الاجتماعي سوف تلقى أسفل الفيديو، وسوف أجيب على جميع أسئلتكم إن شاء الله بحول الله. شكرا لكم ولدعمكم وشراكتكم وتعليقاتكم المحفزة.